بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الرابع، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم مستر علاء الخضري ومادة اللغة العربية. درس النهاردة المثنى. المثنى اسم يدل على اثنين، يعني اثنين مذكر ولدين، أو اثنتين يعني بنتين. يبقى المثنى بيدل على اثنين مذكر أو مؤنث بزيادة ألف ونون أو ياء ونون. المفرد نزود له ألف ونون أو ياء ونون يبقى مثنى. المفرد المعلم هنزود لها ألف ونون أو ياء ونون. المعلم تبقى المعلمان أو المعلمين. الكتاب نزود لها ألف ونون ونزود لها ياء ونون. الكتاب الكتابان الكتابين. المهندسة المهندسة مؤنثة، هنشيل التاء المربوطة ونحولها إلى تاء مفتوحة ونزود الألف والنون أو الياء والنون. المهندسة المهندستان أو المهندستين. السبورتان السبورتين. يبقى الكلمة المفردة اللي فيها تاء مربوطة بتتحول إلى تاء مفتوحة ونزود ألف ونون أو ياء ونون. الفلاح الفلاحان الفلاحين. الجندي الجنديان الجنديين. في كلمات شبه المثنى بس مش مثنى، زي ايه؟ زي يلعبان. يلعبان مش مثنى، امال ايه؟ ده اخرها الف ونون لانها فعل مضارع ما ينفعش يبقى مثنى. لما بقول مثنى يبقى لازم يكون اسم، انما يلعبان فعل مضارع، يقدمان فعل مضارع، تذهبين فعل مضارع، تقومين فعل مضارع، يبقى ليست مثنى. ليه؟ لأنها فعل مضارع. يبقى هذه الكلمات ليست مثنى لأنها أفعال. عثمان، ميدان، طيران، فرحان، شيطان. الكلمات بتنتهي بألف ونون بس برضو ليست مثنى. لماذا؟ لأنها مفرد. شبان، جيران، فيران ليست مثنى. طب ليه؟ لأنها جمع. أسماء الإشارة: هذان مثنى للولدين، هاتان مثنى للبنتين، هذان ولدان، هاتان بنتان، هذان تلميذان، هاتان تلميذتان، هذان مهندسان، هاتان مهندستان. ضمير المتكلم: نحن تنفع للمثنى وتنفع للجمع. نحن للمثنى المذكر، نحن للمثنى المؤنث. نحن ولدان، نحن بنتان، نحن تلميذان، نحن تلميذتان، نحن مهندسان، نحن مهندستان. ضمير المخاطب: أنتما للولدين، أنتما للبنتين. يبقى أنتما للمثنى، المثنى المذكر والمثنى المؤنث. أنتما ولدان، أنتما بنتان، أنتما تلميذان،
أنتما تلميذتان، أنتما مهندسان، أنتما مهندستان. ضمير الغائب للمثنى هما، هما للمثنى المذكر، هما للمثنى المؤنث. هما ولدان، هما بنتان. هما تلميذان، هما تلميذتان. هما مهندسان، هما مهندستان. تدريب واحد، ضع دائرة حول المثنى. ولدان، ولدان مثنى، ولدان مثنى. عرفنا ازاي؟ لو شلنا الألف والنون بنحصل على المفرد. ولدان نشيل الألف والنون تبقى ولد. إنما ثيران ليست مثنى لأنها جمع. رمضان ليست مثنى لأنها مفرد. لاعبان لو شلنا الألف والنون تبقى لاعب، تبقى لاعبان مثنى. يشاركان ليست مثنى لأنها فعل. مهندستان، مهندستان مثنى. ميدان ليست مثنى لأنها مفرد. جنديان، جنديان مثنى. يلعبان، يلعبان فعل. كتابان، كتابان مثنى. شيطان ليست مثنى، شيطان مفرد. قلمان، قلمان مثنى. تذهبين فعل. شعبان مفرد. تلميذين مثنى. يكتبان فعل. ممرضتان مثنى. عثمان مفرد. عاملان مثنى. فرحان مفرد. تدريب 2، اختر الإجابة. المثنى ينتهي ب ألف ونون، ياء ونون، ألف ونون أو ياء ونون. الإجابة الصحيحة ألف ونون أو ياء ونون. كلمة يرسمان ليست مثنى لأنها اسم، فعل، جمع. الإجابة الصحيحة فعل. كلمة شعبان ليست مثنى لأنها اسم، فعل، مفرد. الإجابة الصحيحة مفرد. كلمة مخلصان مفرد، مثنى، جمع. الإجابة الصحيحة مثنى. اجعل الجمل التالية للمثنى. هذا بستان جميل. المثنى هذان بستانان جميلان. هذه مدينة جميلة. هاتان مدينتان جميلتان. هو تلميذ مهذب. هما تلميذان مهذبان. هي معلمة بارعة. هما معلمتان بارعتان. اختر الإجابة الصحيحة. بستان اسم مفرد، مثنى، جمع. الإجابة الصحيحة مفرد. مخلصان اسم مفرد، مثنى، جمع. الإجابة الصحيحة مثنى. يشربان مثنى، فعل، جمع. الإجابة الصحيحة فعل. سعفان مفرد، مثنى، جمع. الإجابة الصحيحة مفرد. جيران مفرد، مثنى، جمع. الإجابة الصحيحة جمع.
أكمل بالمطلوب. نقط: ماهران ضمير مخاطب، أنتما. نقط: متفوقان ضمير متكلم، نحن. نقط: غائبان اليوم ضمير غائب، هما غائبان اليوم. نقط: شجرتان اسم إشارة، هاتان شجرتان. رتب لتكون جملة تبدأ بمثنى: بالحق يحكمان القاضيان. نبدأ بالمثنى: المثنى القاضيان، يبقى القاضيان يحكمان بالحق. يتبادلان الكرة اللاعبان، فين المثنى؟ اللاعبان، يبقى اللاعبان يتبادلان الكرة. الممرضتان الطبيب تساعدان، المثنى الممرضتان، الممرضتان تساعدان الطبيب. إن شاء الله الدرس القادم أنواع الجموع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.